أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القتال في سبيل الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم نصر من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إلى آخر الآيات. القتال في الإسلام أيها المؤمنون ليس هو الأساس. قد يستغرب البعض، يعني ما في عندنا قتال؟ لا فيه، ولكن الأصل في الجهاد بذل الجهد واستفراغ الوسع لجعل كلمة الله هي العليا، وهذا الجهاد يكون في القتال ويكون بالدعوة ويكون بالتعليم. فأول ما نبدأ به ندعو الناس إلى الله ونعرفهم بربهم، وهذا يوافق فطرهم. طبعا الطواغيت الذين يستعبدون الناس ويأمرونهم بطاعتهم لا يريدون من الناس أن يطيعوا الله. الفاسق الفاجر لا يريد من النساء أن يتحجبوا وأن يستروا مفاتنهم، لا يريد أن يصل إلى أعراضهم. الذي ينال من حكم غير الله تسلطا على البشر، تسلط على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى كذا دمائهم، لا يريد أن يحتكم الناس إلى شرع الله، فإذا احتكموا إلى شرع الله ما يطيعه أحد في هذا التسلط على البشر. لذلك عندما يدعو الدعاة إلى الله، وعندما يأتي الأنبياء فيدعون الناس إلى طاعة ربهم ويعرفونهم بخالقهم، يرفض أكابر مجرميها ذلك ويمنعونهم من أن ينشروا الحق. فإذا منعوهم من نشر الحق وآذوا من آمن وأعلن بمظاهرة أو بكلام أو كذا لا يريد طاعة فلان يريد طاعة الله، فإذا آذاه أعداء الله عند ذلك يجب أن يدافع عن نفسه. الدفاع عن النفس عندما يكون المسلمين ضعفاء جدا جدا يكون الدفاع عن النفس بالكلمة وبالثبات وبالتحمل، كما كان الناس في مكة صبروا، الذي يسلم يؤذونه ويضربونه حتى يموت تحت التعذيب مثل ما يفعل بعض الطغاة اليوم فيصبرون، حتى يتحرك ضمير بعض البشر فيؤمنون بالله ويزداد المؤمنون حتى يستطيعوا أن يقيموا الأمر. أما إذا لم يقم الأمر وبقي مستمرا على القتل والتعذيب، فيجب على جماعة المؤمنين إذا كان هناك في جماعة جيدة أن يقفوا في وجه هذا الظالم، وكما رفع السلاح بالإيذاء على المؤمنين يجب أن يرفع السلاح ضده، وهذا يسمى قتال الكفار. فإذا المؤمنون لا يبدأون بقتال أحد ولا يستعملون السلاح ليجبروا على الناس على الدخول في الإسلام، لا أبدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فهؤلاء النفر اللي بسموا حالهم داعش وماعش وكعاش مدري إيش، يزعمون أنهم سيساووا دولة إسلامية وأمارة إسلامية، إذا ما بايعت لم نقتلك، ما بجوز تقتله إذا الله ما بدأ تخوف الإسلام، فكيف تقتله إذا لم يبايعك؟ وكيف يبايعك وأنت ما معروف قرعة أبوك منين؟ من أنت؟ ليست هذه بيعة إسلامية. فهؤلاء ليسوا بمسلمين ولا يجب على المسلمين بيعتهم، بل إنما أوجدهم أعداء الإسلام من أجل أن يذلوا المسلمين ومن أجل أن ينفروا الناس من الإسلام. الإسلام دعوة وليس قتل.
لا يوجد حالة واحدة في العالم الإسلامي كله أجبر فيها إنسان على أن يكون مسلما بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما في القلب لا يمكن أحد أن يكره عليه، إنما بالإقناع. ولكن عندما يقاتلنا الكفار ويعتدوا علينا لأننا نريد أن نتحرر منهم، فإذا استعملوا السلاح فيجب علينا أن نجاهد بالقتال، فهذا هو القتال. وعندما نقاتل ويأمرنا الله بقتال هؤلاء المجرمين، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم، احذروا هؤلاء الكفار واستعدوا لهم، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الثبات جمع ثبه. قال ابن عباس: انفروا سرايا متفرقين أو انفروا جماعا مجتمعين، فرقة بعد فرقة، سرية بعد سرية، ترسلون هؤلاء إلى كذا وهؤلاء إلى كذا، أو جميعا في منطقة واحدة تخططون من أجل أن تتخلصوا من أعدائكم وتتحرروا منهم. أو اخرجوا حال كونكم مجتمعين، فانفروا جميعا، وانفروا ثبات أو انفروا جميعا حسب مقتضيات الظروف والمصلحة لصد مطامع العدو حتى تنالوا حريتكم وتتحرروا من عبودية لغير الله تبارك وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين: الجهاد فرض وأمر به الله، ولكن هناك شياطين الإنس تسبط المؤمنين عن الجهاد والقتال في سبيله. فيقول سبحانه: وإن منكم، إن للتوكيد، حرف توكيد، إن منكم، وإن منكم لمن ليبطئن. قال مجاهد: نزلت في المنافقين، يتباطأ في نفسي عن الجهاد ويباطئ غيره ويبطئ غيره عن الجهاد، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد. بعد أن خرجوا للقاء العدو خارج المدينة، زعم أنه أشار عليهم أن يقاتلوا العدو داخل المدينة، يدخلوا المشركين المدينة وقاتلوهم في المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، نخرج إلى العدو، لأن هكذا الأكثر يريدون. فمشى مع الجيش في أول الطريق، ثم رجع هو وثلث الجيش. قالوا: لو نعلم قتالا ما اتبعناكم. ما في قتال، ما حد يجي. هم يعلمون أن قريش جاهزة وجاءت وقربت أن تصل للمدينة، وسيلتقون معها عند جبل أحد. فرجع بثلث الجيش، تباطأ عن القتال وبطأ غيره عن الجهاد في سبيل الله والقتال. وإن منكم لمن لا يبطئن، فإن أصابتكم مصيبة. شوفوا صفات هؤلاء الذين لا يقاتلون مع المسلمين، ضد المشركين، ضد المتسلطين، ضد الفراعنة. وإن أصابتكم مصيبة، قال: قد أنعم الله علي أن لم إذ لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله ما شدت المعركة. شوفوا شلون هذول، فلان مات وفلان مات، الحمد لله، لو رايح أنا كنت بموت. فبحمد الله أنه ما يقاتل، ما قاتل في سبيل الله. وأما إذا أصابكم فضل من الله، يعني انتصر المسلمين وربحوا غنائم وظفروا بعدوهم، لا يقولن، يعني هذا المنافق، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأنه ما منكم. أنا بعرف حاله ما من المسلمين، منافق، ما في ارتباط بينه وبين المسلمين، هو يخالفهم في طاعة غير الله، هم يطيعون الله، الله أمر بالجهاد ولم يطع. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عندما ينتصرون وتحصل لهم منافع دنيوية من هذا النصر، المنافق يقول: يا ليت رايح، كان في الغزوة أصبت كذا وأصبت كذا. فيقول سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. فليقاتل، لام لام الأمر، يعني يأمر الله المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله. ما هو في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يقاتل من أجل أن يتحرر من العبودية لغير الله وأن يقيم حكم الله على نفسه وعلى من يرضى بذلك، فهذا في سبيل الله. أما من قاتل من أجل مال يسرق، ليس في سبيل الله. من قاتل من أجل مصالح، ليس في سبيل الله.
فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل المؤمنون المخلصون أعداء الله في سبيل الله. هؤلاء الذين يقاتلون يبيعون متاع الحياة الدنيا بثواب الآخرة، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الشراء يطلق على العاطي والآخذ. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، الباء يدخل على الثمن، أي يتركون الحياة الدنيا ولا يبالون بها ولو ماتوا في سبيل الله، بمقابل ما هو الثمن الذي دخلت عليه الباء؟ بالآخرة. اشتريت هذه البضاعة ب25,000، الباء دخلت على الثمن، فهو يريد الثمن لما يبيع. الشراء مبادلة مال بمال. ما هو الثمن؟ الآخرة. ما يهم الدنيا ولكن يريد الآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل عدوه، فيقتل في المعركة شهيد، أو يغلب، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الرب سبحانه وتعالى يقول سوف نؤتيه، أي نعطيه أجرا عظيما في الآخرة. ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وتكفل الله للمجاهد في سبيل الله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه نائل الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. نحصل غنيمة خير، ونحصل أجر قطعا سيكون له الأجر. ثم يقول سبحانه وتعالى وما لكم، ما شأنكم، ما أمركم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهدف الجهاد يبينه الله لنا في هذه الآيات، وهو التحرير. تحرير من؟ تحرير المستضعفين. تلاحظون أيها الإخوة الطواغيت، ومنه طاغوتنا، عندما يقتل النساء والأطفال لماذا؟ من أجل أن يزل آباءه، ومن أجل أن يزل الشعب. لأن جولة النفوس في كل البشر، مسلمين وغير مسلمين، والحيوانات على حب أولادها. الدجاجة أيها الإخوة عندما تأتي لتمدلت على أحد صيصانها أو فراخها، تنتفش وتصبح وتفتح منقارها وتهجم عليك كأنها أسد، تخيفك. لماذا؟ لأنها تخاف على أولادها، فهي تعطف على أولادها. فالدجالون الإرهابيون عندما ينزلون الحمم على النساء والأطفال من أجل أن يزلوا الناس حتى يخضعوا لسلطانهم. ما هي مهمة المجاهدين في سبيل الله اللي بسميهم الناس في عصر الدجل الإرهابيين؟ لأنه هيك حسيت أمريكا قالت المسلمين إرهابيين، فهم يرددون كالببغاوات البهايم ما ترددوا ما تقوله أمريكا. فهم الإرهابيون الذين يقتلون الأطفال والنساء ليذلوهم. مهمة المسلم يقاتل هؤلاء الطغاة ليحرر الأطفال والنساء من ظلم هؤلاء. إما يحررهم بالخروج، مثل ما خرج كثير من أهل سوريا إلى خارج سوريا. من ماذا؟ فروا من الناس لأنه تقاتل بعضها؟ لا، تقاتل بعضها لتشبع جالسين في بيوتهم. فروا من الدجالين الكفار الفجار الذين يلقون عليهم الحمم من الطائرات المحظورة دوليا، فروا إلى البلدان المجاورة عسى أن يجدوا فيها ملاذا يحتمون فيه. آثروا أن يموتوا من البرد أو من الجوع على أن يموتوا في هذه المتفجرات التي تقذف عليه من الطائرات. حسبنا الله ونعم الوكيل. فمهمة المقاتل المجاهد في سبيل الله يقاتل لتحرير هؤلاء. وما لكم، ما شأنكم، لماذا تتأخرون عن القتال؟ قتال في سبيل الله والمستضعفين من النساء، من الرجال، مسنين ما بستطيعوا قاتلوا، والنساء والولدان أطفال الصغار الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أخرجنا من مكة هؤلاء الذين ظلموا ويعذبوننا ويؤذوننا، هذول اسمهم إرهابيين.
لأننا لم نطعهم ولم نخضع لهم، نريد أن نطيع الله تبارك وتعالى. أخرجنا من هذه القرية التي الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا يتولى شؤوننا وأمورنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا. إذن أيها المؤمنون، عندما لم نجد النصر لا ممن يسمون أنفسهم العرب، ولا ممن يسمون أنفسهم تقدميون، ولا ممن يسمون أنفسهم هيئة الأمم أو عصبة الأمم، عصبة الأمم راحت، ظهر عورها، ثم ظهر عور مجلس الأمم أكثر من عصبة الأمم قديما. عندما لا نجد النصر لا يكون النصر إلا من الله، فيتجه المظلوم إلى الله ويقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فعلا الناس هربوا بالملايين إلى شمال سوريا وإلى شرق سوريا وإلى غرب سوريا وإلى الجنوب. لما هربوا؟ هربوا من السعادة؟ هربوا من تبادل إطلاق النار؟ لا، يطلقوا النار لا يشبعوا، سكر عليك باب بيتك ولا يجزيك شيء. هربوا من الإرهابيين المجرمين الذين هم أكفر من الكفار، وممن يساعدهم، وممن يقدم لهم السلاح، وممن يرضى بتقديم السلاح لهم ويمنع السلاح عنا. هؤلاء جميعا يقتلوننا، ومن أجل ذلك يتمنى ويطلب الناس أن يخرجوا من هذه القرية الظالم أهلها. واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم يقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم حتى يربح مال، والرجل يقاتل حمية بطل، والرجل يقاتل كذا، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لأن الله أمره في القتال في مثل هذه الحالة، أمره بالدفاع عن الأطفال والنساء فهو قاتل من أجل ذلك، أمره ربه أن يدافع عن عرضه فقاتل من أجل الدفاع عن عرضه، لأن هؤلاء المجرمين كانوا يعتدون على أعراض المسلمات. فرنسا ما سوتها لما دخلت سوريا، هؤلاء مجرمين أكثر من فرنسا، لأن فرنسا أهل كتاب، كانوا في ذاك الوقت لسه عندهم شيء من المسيحية. أما هؤلاء لا يوجد عندهم إنسانية ولا دين، فهم أكثر الناس جرما. فمن قاتل هؤلاء، من قاتل دفاعا عن عرضه فهو في سبيل الله، من قاتل دفاعا عن ماله فهو في سبيل الله، من قاتل دفاعا عن نفسه فهو في سبيل الله. لأن الهدف من القتال عندنا في ديننا أن نتحرر من الظلم والطغيان، فهذا في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أما الذين كفروا في سبيل ماذا؟ لماذا أمريكا تشجع من يقتلنا بأساليب ماكرة شيطانية يبغونها عوجا؟ لماذا؟ هل من أجل أن يذبحوا الناس وسيلوا دماءهم؟ من أجل أن يطمئنوا على زعمهم للبترول، يستطيعوا أن يخيفوا حكام البترول فيبتزون ما يريدون كما يشاءون ولا ينقطع عنهم البترول. وأنا ذكرت سابقا نصيحة للذين يظنون أنفسهم أنهم نصارى ويعتقدون ذلك، إنهم بسلوكهم هذا يعادون المسلمين، فسيحرمهم الله من البترول ومن كل خير من أرض في أرض الإسلام إذا استمروا على هذه الطريقة، ولتنفعهم يهودة بعد ذلك، لأن كانوا يقاتلون في سبيل الوصول إلى الأموال، هذا ليس في سبيل الله بل في سبيل الشيطان. إن كانوا يقاتلون في سبيل حسين، يا حسين يا حسين، ليش يشبه حسين؟ حسين إله؟ تقاتل في سبيله تخلصوا؟ أيها السخفاء، عندما طلبتم حسين عليه السلام إلى العراق لتبايعوه لم تحموه، ولم تقاتلوا من أجله، ولم تقتلوا في سبيله لأنه كان حيا، ويجب عليكم أن تقتلوا في حمايته، ولو قتلتم تكون في سبيل الله. أما بعد أن مات
يا حسين يا حسين تعبدون حسين، هذا عبادة لغير الله وهذا شرك وكفر، فارجعوا إلى الله، أفهموا في سبيل من تقاتلون. فمن يقاتل في سبيل حسين فهو يقاتل في سبيل غير الله. من يقاتل في سبيل زينب، زينب كانت معنا من عهود طويلة ولم يمس قبرها أحد بسوء ولا بكلمة، إن كنتم تقاتلون من أجل زينب فأنتم تقاتلون في سبيل غير الله. فهل علمتم لماذا أنتم خرجتم عن منهج الله ولماذا كفرتم بالله؟ ارجعوا إلى الله إن كنتم تريدون الدار الآخرة وتعتقدون أنكم مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. فلا تقاتلوا في سبيل الطاغوت، وكل معبود وكل مقدس غير الله هو طاغوت. فمن يقاتل في سبيل الطاغوت فهو ولي للشيطان، ولذلك يقول الله للمؤمنين فقاتلوا أولياء الطاغوت، أنصار الشيطان، أنصار المعبودات لغير الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم ينتقل القرآن إلى بيان الذين قيل لهم كفوا أيديكم في بدء الأمر، ثم أمرهم بالجهاد فإذا بهم يخافون من العدو أكثر مخيفتهم بربهم سبحانه وتعالى. إذن الآية ختمت بالآية بالنص الختم بقوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، كل من قاتل في سبيل الطاغوت هذا ولي للشيطان، لأنه اتبع ما أمر به الشيطان من العبودية لغير الله ومن محبة غير الله ومن تعظيم غير الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هؤلاء الذين يقاتلونكم من أجل غير الله وفي غير سبيل الله يسيرون وراء الشيطان، فإذا تخلى الشيطان عنهم فكيده ضعيف، تراهم يجبنون ويخافون، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم الرعب من الذين آمنوا، فيتخلى الشيطان عن نصرتهم عندما تشتد المعارك فيخسرون. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.